السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل الجزائريين والجزائريات داخل الجزائر وفي ديار الغربة بكل اللهجات وبكل اللغات، وتحية لكل الشرفاء والأحرار في العالم. أشكر كل الإخوة والأخوات اللي علقوا على التسجيل اللي كان عبارة عن نداء وجهته للجزائريين والجزائريات الموجودين في الخارج. أشكركم فردا فردا، كما أشكر كل الإخوة اللي اتصلوا بي سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق السكايب أو عن طريق الفايبر. أشكر كل الإخوة اللي اتصلوا بي واللي وضعوا ثقتهم فيا، وأطلب من كل الإخوة والأخوات اللي راهم يشاهدوا فينا ويتابعوا فينا في كل المواقع اللي راه محمل فيها هذا التسجيل أو مرفوع فيها، إذا كان يحبوا يتواصلوا معنا نضع لكم الرابط نتاع المجموعة اللي أنشأناها واللي الاسم نتاعها مؤتمر الجزائر. هذه المجموعة مفتوحة لكل الجزائريين والجزائريات اللي يسجلوا بطبيعة الحال بالأسماء نتاعهم الحقيقية، لأننا لا نريد هو أن نضيع الأوقات نتاعنا مع الأشباح، الناس اللي يحبوا يعملوا من أجل نهضة الجزائر. ما ناش ندعيو للعنف، ما ناش ندعيو للفوضى، رانا ندعيو للنهضة نتاع الجزائر على كل الخيرين والخيرات في الجزائر وفي الخارج، ويحبوا اللي يحبوا يشاركوا معنا في هذا النشاط يلتحقوا بنا لهذه المجموعة، يسجلوا بالأسماء نتاعهم الحقيقية ويظهروا بالصور نتاعهم، يعني بالبروفيل نتاعهم يظهروا بالصور حتى باش نعرفوا مع من رانا نحكيوا، لأنه راكم تعرفوا رانا في الإنترنت يستطيع أي شخص مش جزائري ويتقمص شخصيا نتاع واحد جزائري، سواء يتحدث باللهجة الجزائرية أو بالفرنسية ويحب يمثل دور تاع جزائري. لذلك احنا لازمنا نتحقوا من الهوية تاع الإنسان، فقط الاسم نتاعو واللقب نتاعو والصورة نتاعو في البروفيل، هذا مكان اللي ما يحبش يظهر ومن حقه ذلك. احنا ما نضيعوش وقتنا معاه، احنا نحوسوا على الناس اللي هما يهمهم الشأن تاع الجزائر، وما كانش حتى حاجة قال راها خلاص انت تتبعوا انتهى الامر. لا، احنا الان فقط رانا في اطار تاع تواصل. بطبيعه الحال كاين اخوه اللي رانا دوك منذ سنوات ونحن نتواصل معهم، الثقه معهم هي اكبر من انه يجي واحد قال البارح وامر عادي. هذا نحن نحسن الظن بكل الاخوه اللي يحبوا يجوا يشاركوا معنا، وان شاء الله شيئا فشيئا تكبر هذيك الثقه. إذن الإخوة والأخوات اللي يهمكم هذا الموضوع نتاع مؤتمر الجزائر، نحن نتواصل مع بعض الإخوة اللي عندنا سنوات ونحن نتواصل معهم، يعني عندنا معدل مرة في الأسبوع نلتقي على سكايب نتشاور ونتناقش مع بعضنا البعض، وفيه الحمد لله يعني إخوة ما شاء الله عليهم، ناس مثقفين، ناس يحبوا الجزائر. وفيه ايضا اخوه اللي ابدوا الرغبه نتاعهم، كاينين اللي اتصلوا بيا من فرنسا، من كندا، من المانيا، من امريكا، من السويد، من البارح جاني اتصال من عند واحد من اوكرانيا، وكلهم يعني يباركوا هذا المسعى. فيه ايضا اخوه في الجزائر في يعني مناطق مختلفه في الجزائر، كلهم أبدوا الرغبة نتاعهم في المساهمة وفي المشاركة في هذا النشاط اللي يهدف يعني إلى عقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج. نحن الآن فقط في إطار تاع التواصل، نحاول إن شاء الله بالتنسيق وبالحوار مع بعضنا البعض باش نخلقوا نشاطات اللي من شأنها هي أن توحد أكبر شرائح في المجتمع الجزائري، خاصة من الإطارات ومن الطلبة ومن الوجوه الجديدة هذو اللي مش متلطخين بالفساد ومش متلطخين بالتحزب هذاك اللي أعمى الكثيرين من الناس، ومش أيضا من الناس هذوك اللي دعموا في شخصيات هاو مشي مع فلان منهم اللي هو دي روحه باللي راهو يحارب في الزعامة وراهو يخلق فيها.
من جهه ينتقد في بومدين باللي راهو كان يلعب في دور الزعامه وفي بوضياف وفي بوتفليقه وفي كذا، هو راهو يخلق في زعيم جديد. نحن نريد ان شاء الله من خلال هذا النشاط هو انه يكون هناك عمل جماعي، لا زعامه ولا مشيخه. اذا كان ولا بد هو ان نديروا كرسي، انا دائما نتواصل مع الاخوه اللي معايا نقول لهم نديروا فيه الشوك، بواحد ما يقرب ليه، نجتمعوا على طاوله اذا كان فيه مكان نتاع الرئيس نديروا فيه الشوك، هذا مكان. اذا كان رانا في طاوله كيما راها الان هكذا، قال على اليمين كرسي فيه الشوك وعلى اللي مقابله كرسي فيه الشوك، نلتقيو كامل جماعه ونتناقشوا حول الشيء اللي يخدم الجزائر. اي انسان عنده فكره بناءه، فكره اللي تخدم الجزائر، نحطوها على العين وعلى الراس، ما يهمناش حنا شكون هو هذا الشخص هذا، المهم هو راهو يحوس يقدم خدمه للجزائر. اي انسان يجيب فكره سلبيه نوضعها في سله المهملات. باختصار كنا نقولوا من ان هذا المؤتمر نلحقوا ليه كنتيجه، ولا زلنا نقول من ان المؤتمر هذا نلحقوا ليه كنتيجه بعد الحوار، يجيو وجوه جديده اللي يحوسوا هما يخدموا البلاد ومامش ملطخين وكذا، نعملوا ان شاء الله معهم على جال باش نوصلوا ان شاء الله من خلال اللقاءات، نحاولوا ان شاء الله ننتقلوا الى عواصم مختلفه. قال نروحوا للانجليز، نروحوا للسويس، نروحوا لبلجيكا، نروحوا لالمانيا، نروحوا لايطاليا، لاسبانيا، نحاولوا ان شاء الله نلتقيوا مع هذا الاخوه، ونحاولوا هو انه نديروا لقاء لما لا في دوله قال تكون محايده ولا ما عندهاش عداء للجزائر، قال مثلا سويسرا ولا بلجيكا ولا كذا، ونحاولوا هو انه نجمعوا اكبر عدد ممكن من الجزائريات، وتكون لقاءات على جال باش نوصلوا فيما بعد الى انه نعقدوا المؤتمر، ونحاولوا هو انه نوصلوا الى ارضيه مشتركه، الى ضمانات، الى اتفاق، الى ميثاق، وان شاء الله نمشيوا خطوه خطوه على جال باش نساهموا في بناء الجزائر. حنا ما رانا نحوسوا نتزعموا، ولا الهدف تاعنا السلطه، الهدف تاعنا هو بناء الجزائر. قادرين ربما نوصلوا هو انه نحقوا بعض الاشياء، وكاينه بعض الاشياء اللي ربما حنا نزرعوها وربما يجي ولادنا ولا ولاد ولادنا راهم هما فيما بعد يكملوا هذاك المسير. الهدف نتاعنا هو ليس الوصول الى السلطه، الهدف تاعنا هو بناء الجزائر وخدمه الجزائر، ما ندخلوا في صراع حتى مع دوله، حنا نحوسوا على الوطن تاعنا نبنيوه بوان با، ما عندنا حتى حاجه واحده اخرى. كل الجزائريين والجزائريات اللي تهمهم الجزائر واللي قاسمونا هذه الافكار يؤمنون بالجزائر تاع الجميع، اللي تجمع الانسان اللي عنده التوجه الاسلامي واللي عنده التوجه العلماني واللي عنده التوجه الوطني، تجمع كل الجزائريين في اطار نتاع تعايش ونتاع توافق ونتاع تآخي ونتاع تسامح، ونتنافسوا من اجل خدمه الجزائر. ولكن لما يجي ينسى الخلفيه نتاعو، يركز على الأشياء اللي تجمعنا وليس على الأشياء اللي تفرقنا، يركز على الأشياء اللي تساهم في الدفع نتاع هذا الحوار، وتساهم في البناء نتاع المجتمع الجزائري. ما يجيش هو من خلفية نتاع عنصرية ولا من خلفية هكذا، ويحاول تكون عنده هذيك النظرة الإقصائية، ويجي هو يحب يفرض هذاك التوجه نتاعو على الجميع. لا، احنا نحوسوا على جال باش نركزوا على الاشياء اللي تبني والاشياء اللي تجمعنا. نختلفوا مش مشكله في النظره، وهذا امر لابد منه على جال باش الانسان يقدر يعرف بين الصح والخطا، ولكن ما نكونوش اقصائيين. نختلف معاك، ما نتفقش معاك، ولكن لا اقصيك، ننتقدك ولكن لا اقصيك. راني ننتظر في التفاعل تاعكم. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.